أهلا بكم في ملخص زيارة العمل التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان، والتي شهدت لقاءات واجتماعات مع جلالة الإمبراطور وجلالة الإمبراطورة، رئيس الوزراء الياباني، رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليابانية، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، قيادات ومؤسسات شبه حكومية، عدد من كبار المدراء التنفيذيين وقادة الأعمال اليابانيين. كما تضمنت مقابلة تلفزيونية أجراها جلالة الملك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK. في الملف الاقتصادي، ركز جلالة الملك في اجتماعاته مع مسؤولين من مجموعة ميتسوبيشي موتورز ومع كبار المدراء التنفيذيين وقادة الأعمال اليابانيين على استعراض الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى في عدة قطاعات صناعية وتجارية مثل الطاقة البديلة والمتجددة، النقل، البنية التحتية، المياه، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الدوائية، البنوك. جلالة الملك أكد أن استثمار الشركات اليابانية في الأردن يعود بالنفع على الجانبين من خلال ما يوفره الأردن من أمن واستقرار كبوابة ومركز حيوي في الانتقال والتواصل والتبادل مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، وكذلك الاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية المدربة والمؤهلة. We recognize that our main challenge is the economy, which means that we need to continue to be moving fast on diversifying our resources, developing our infrastructure, and looking at new sectors like creative industries to capitalize on our strengths. Therefore, we're embarking on a new 10-year economic blueprint to address new circumstances, also to capitalize on Jordan's gift of our young people, our talented population, and lay foundations for generations to come. وفي لقاءات جلالة الملك مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا وقيادات المؤسسات اليابانية شبه الحكومية، أعرب جلالته عن تقديره لما تقوم به هذه المؤسسات في دعم البرامج التنموية والاقتصادية في المملكة، خصوصاً في مجالات المياه والسياحة والصحة والتعليم والإنشاءات. وأكد اهتمام الأردن في تطوير التشريعات الاقتصادية والبيئة المحفزة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمار. وأجرى جلالة الملك مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، حيث تناول جلالته القضايا الإقليمية الراهنة. Feel that this is U.S.-led because this is a U.S. problem. I'm alluding to the fact that this is an Arab-Muslim issue. So this is actually, in reality, an Arab-Muslim coalition because this is our problem, and it is moderation against extremism. زيارة العمل الملكية إلى اليابان شهدت بحث ملفات سياسية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، تناول الدعم الياباني للجهود المبذولة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وخطورة التصعيد في القدس وما خلفه من توتر وعنف. كما بحث جلالة الملك الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب على المستوى العالمي، فضلاً عن بحث تداعيات الأزمة السورية والأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين. وعقد جلالة الملك ورئيس الوزراء الياباني مؤتمراً صحفياً بعد المحادثات. As His Excellency said, we had an opportunity to coordinate on a number of issues related to our region, particularly that Jordan is representing Asia on the UN Security Council. We fully agree on the need to reach a final two-state solution based on the Arab Peace Initiative and relevant UN resolutions within the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. And Jordan and Japan are extremely concerned over the increase of violence and tensions in Jerusalem in the recent weeks. كما حضر جلالته حفل توقيع اتفاقية منحة مشروع مائي في محافظة البلقاء. الملفات ذاتها، إضافة إلى التعاون البرلماني، بحثها جلالة الملك مع رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليابانية. كما التقى جلالة الملك مع جلالة إمبراطور اليابان إيكيهيتو والإمبراطورة ميشيكو، وحضر مأدبة الغداء التي أقامها تكريماً لجلالته وسمو الأمير علي بن الحسين وسمو الأمير غازي بن محمد.